الأعزاء، فرقة الفنانين المتحدين تتمنى لكم سهرة ممتعة، وترجو عدم التدخين أو تناول المأكولات والمشروبات داخل صالة العرض. يمكنكم ذلك في الأماكن المخصصة خارجها. مع تمنيات الفنانين المتحدين بسهرة ممتعة. ثلاث دقائق ويرفع الستار عن مسرحية شارع محمد علي. نرجو الالتزام بأماكنكم المخصصة لكم داخل صالة العرض. مع أطيب التمنيات بسهرة ممتعة.